المخالفات المرورية، وإحنا نشوف الوعي والثقافة المرورية بالآونة الأخيرة خاصة مع تفعيل الكاميرات، نشوف أغلب سائقي المركبات ملتزمين بالخطوط العبور، لكن للأسف بعض الحالات تحدث. إحنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافة المرورية ونوضح لإخواننا سائقي المركبات شنو مخالفاتهم على مود نحاول نقلل منها. سيدي تسمح لي اول خلينا نسلم عليه. السلام عليكم، شلونك ابوي؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير، ربي يحفظك. اعطينا عيني بس الاجازه. هسه سؤالنا لك، الوقوف على خطوط العبور من المخالفات ممنوع؟ رحم الله والديك. لكن انا طلعت وصلت لي هناك تمام وعشر المرور تمام. وقفت رجعت لي ورا على راسي، بعد ما اقدر ارجع لي ورا. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه. أيوة. اكيد واجبنا هو نشر الوعي والثقافه صحيح. المروريه والله فان شاء الله بالمرات المقبله بالمرات المقبله ماكو هذه المخالفه. اي والله توكل على الله. انا هناك واقف حجينا مع احترامي لجنابك الكريم، انت ابونا وانت عنا الكريم على راسك. إن شاء الله انت المفروض تكون قدوه للاخرين. صحيح انت تمام. بهالعمر هذا صحيح. من خلال خبرتك انت يمكن سائق تاكسي من يا سنه والله من 60 من 60 ربي يحفظك ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظك. نريدك انت تكون قدوه